السلام عليكم. تعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي انفلاتا أمنيا انعكس بصورة مباشرة على حياة الناس، وتجاوز مسألة ابتزاز مسلحي الميليشيا ليجرها إلى الفوضى والاختطافات، حيث زادت حالات القتل والسرقات وأعمال النهب في الفترة الأخيرة بصورة باتت تشكل خطرا على حياة السكان. صنعاء المحكومة بالقهر يزداد فيها الجوع والأوبئة بعد أن صارت مرتعا خصبا للسراق والنهاب، سواء من الميليشيا أو ممن أطلقت أيديهم من السجون على حقوق الناس وأموالهم بل وحياتهم. صنعاء المدينة المفخخة باللصوص واختطاف الأطفال وابتزاز أهاليهم مقابل المال واعتقالات خارج القانون وقتل وسحل وانتهاك للحرمات. وصنعاء أيضا أعداد مضاعفة من الفقراء والمتسولين ممن دفعت بهم الحاجة للخروج من منازلهم تحت وطأة الجوع. وفي صنعاء أيضا تنتصب أعلام الميليشيا وشعاراتها ويرتفع صوت زعيمها وهو يحاضر عن الشيطان والجهاد واغتيال الحسين. وفي صنعاء زعيم آمن أن الحكم له وحده وعز عليه أن يرى من ينازعه، فقرر التحالف مع الشيطان وخوض حربه ضد اليمنيين ليحمي ما سلبه من الشعب طيلة حكمه. أين صنعاء التعايش والسلام اليوم مما يحدث فيها؟ وأينها المدينة التي حوت كل فن؟ مشاهدينا الكرام، للوقوف على ما يجري في صنعاء الجريحة خصصنا حلقتنا لهذا المساء. ضيفي في هذه الحلقة الكاتب والصحفي أحمد الزرقة. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك في هذه الحلقة أستاذ أحمد. قبل أن نبدأ نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. صنعاء المدينة التي حوت كل فن والتي تغزل فيها المحضار والقميندان وأحمد عمر وغناها كبار المطربين من أبو بكر إلى الآنسي والمرشدي وأحمد قاسم وعشرات غيرهم. لأني صنعاء أباها الله بفيض الغمامة. لم تعد هي ذات المدينة التي رسمتها كتابات المقالح والبردوني وشحاري والحضراني والريحاني وغيرهم ممن ذابوا عشقا في المدينة التي لا تشبهها مدينة في العالم. مليحة عاشقاها السل والجرب، هذه هي صنعاء في زمن الحوثي الذي أذاق المدينة طعم المهانة والذل وأدخلها عصر السوق السوداء وكهف المسيرة الحوثية. هنا لصوص يسرقون في وضح النهار، لم يعد اللصوص ينتظرون حلول الليل بل يجاهرون بالسرقة كما هو في الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة تابعة لأحد المحلات التجارية. اللصوص هنا بسيارة فارهة وبجثث ممتلئة، لم يعد اللص ذلك الكسير الذليل بل بات الكاسر المتجبر. واحدة من مئات الجرائم التي باتت ظاهرة منتشرة في شوارع وأحياء العاصمة المخطوفة. يقول السكان إن السرقات باتت تحمل أسماء كثيرة، منها يحدث باسم الدولة إذ يمارس مسلحو الميليشيا عمليات نهب واسعة للمحلات الكبيرة والبسطات والعربيات لسلب ما معهم باسم المجهود الحربي وباسم الزكاة، والسجن عقاب كل من يرفض مصادرة ممتلكاته. لكن انتشار السطو المسلح والقتل بغرض السرقات بات يشكل مصدر خوف وقلق بالغين للسكان بعد تسجيل عشرات الحوادث خلال الأشهر الأخيرة، تصل بعض السرقات إلى القتل في حالة المقاومة. انتشار هذه الجرائم يفسره مراقبون بأنه نتيجة لتعمد الميليشيا إطلاق المجرمين وأصحاب السوابق من السجون بالإضافة إلى غياب القانون وحمايته. أسباب تجمعت لتظهر على هيئة ميليشيات منفلتة وسرقات للسيارات والمنازل وعصابات مسلحة تمارس النهب بالإكراه في الشوارع. صنعاء حاضرة التآلف الروحي خصوصا في رمضان، غير أن القمع الديني الذي تمارسه الميليشيات بصنعاء ترك آثاره على حياة الناس وطقوسهم الرمضانية. إذن أستاذ أحمد، صنعاء المدينة المفخخة باللصوص الآن والتي قيل عنها سابقا صنعاء التي حوت كل فن، كيف كانت وكيف أصبحت الآن؟ الحديث عن صنعاء في التوقيت الحالي ربما هو حديث يثير الكثير من الشجون، الكثير من المآسي والكثير من الحزن. يعني صنعاء المدينة التي كانت عنوانا للتعايش خلال
عقود طويلة. صنعاء التي جمعت كل اليمنيين اليوم باتت تضيق باليمنيين، لم يعد اليمنيين سوى لون واحد فيها. توقفت الحياة بشكل كامل فيها، سواء الحياة السياسية، الحياة الفنية، الحياة الثقافية بمختلف أنواعها. لم يعد هناك إلا صوت واحد هو صوت الميليشيا، والصوت الآخر هو صوت الجائعين، صوت المنكسرين، صوت الأمراض، صوت الأوبئة. صنعاء التي كان الناس يقصدونها من كل مكان ربما باتت اليوم مكسورة كثيرا، لا يمكن أن يجبرها شيء. صنعاء المدينة الأولى التي تأثرت بغياب الدولة، صنعاء لديها تاريخ طويل للأسف مع الانتهاكات من قبل الإمامة والإماميين. صنعاء انتهكت في 48 بشكل كبير جدا، عندما قامت الثورة الدستورية وقام الإمام أحمد بإباحة القبائل. اليوم ما حدث في 2015 هو تكرار لنفس السيناريو، وأيضا حتى نفس المسميات. كان هناك خوف من الدستور ونكلوا باليمنيين بالأحرار، عندما قالوا أن هناك ثورة دستورية كانوا يقولون أن الدستور هذا هو كلام غير كلام الله، وأنه جاءوا به كي يكون قرآن بدل القرآن. في 2015 تكررت نفس القصة، تم اختطاف الدستور، وتم أيضا الحديث أن صنعاء مدينة محتلة من الأمريكان ومن اليهود، وتم جلب كل الميليشيات إلى صنعاء، مع الفارق أن ربما في تلك الماضية كان هناك حالة إمامية يعني البلد تقع تحتها. لكن أن يأتي ذلك بعد أكثر من نصف قرن على ثورة، وأن يعود الإماميون إلى صنعاء عن طريق أحد من كانوا يدعون أنهم من رجال الجمهورية، فهذا كشف أنه أيضا لم يكن المخلوع صالح إلا إماميا متسترا. وعندما قرر اليمنيون الانتفاض عليه ربما قام عادة. هي مقاربة أيضا أن فترة حكم لماذا قبل فترة يعني حكم علي عبد الله صالح هي نفس فترة أو ربما زادت عن فترة حكم يحيى حميد الدين، وربما هي تفوقت عليهم كثيرا. وربما القبح وذات القبح وشخصية جاءت من الهامش لتحتل المركز، وبالتالي عبثت في الدولة فسادا وسلمتها الحوثيون. برأيك لما هذه الخصومة التاريخية التي عدتنا إليها يعني من 48 كما تقول حتى 2011 مرورا يعني ب 2011 حتى وصولا إلى 2015؟ يعني هذا المشروع الإمامي لما يخاصم مدينة كصنعاء ربما جمعت جميع أطياف اليمنيين؟ طبعا هذه تاريخ صنعاء مع الإمامة هو تاريخ مؤلم، ليست هذه ربما من 48، هنا كما قبلها طوال فترة حكم الأئمة التي امتدت لأكثر من 8000 عام، ربما كان هناك أكثر من نهب وأكثر من مرات تباح فيها مدينة صنعاء. هم لديهم مشكلة مع مدينة صنعاء، مدينة صنعاء هي تحتل الفكرة في النظام السياسي اليمني، أو هي العاصمة، ومن سيطر على العاصمة سيطر على الأطراف، ومن سيطر على العاصمة سيطر على مركز الحكم. ربما كان هناك الفكرة المخلوع صالح أنه يأتي بمجموعة من الميليشيا للسيطرة على صنعاء، وحينها سيتم تسليم صنعاء، سيستلم الحكم، سيعود من جديد. وهذا ربما ما كان واضحا في خطابه عندما ذهبت الميليشيا إلى تعز، عندما قال أنه انتهى زمن هادي، وأنه لم يعد هناك إلا منفذ واحد عبر البحر عليه أن يفر منه، وهو كان بهذا الخطاب يعلن نفسه إماما جديدا. وهذا أيضا يكشف أو يدحض مقولة أن الحوثيين هم من دخلوا صنعاء. الحوثيين لم يدخلوا صنعاء، كان هناك أكثر من 22 لواء للحرس الجمهوري داخل صنعاء، وما زال فيها ربما أكثر من 18 لواء تابع للحرس الجمهوري، هم أدوات صالح وهم حماته، وهم أيضا من يوجهوا من يديروا الأعمال. صالح ربما استخدم الحوثيين كغطاء، عندما يريد البعض أن يقول أن صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، صنعاء تحت سيطرة صالح الحوثي. عبد الملك الحوثي ما زال في صعدة، عندما يخرج يصل عبد الملك الحوثي إلى صنعاء نقول أن صنعاء أصبحت تحت سيطرة الحوثيين، لكن عمليا ما زالت صنعاء تحت سيطرة علي عبد الله صالح، وما زالت هو من يقود، هو ما زال القائد العسكري وليس أبو علي الحاكم، هو من يوجه ومن يعين. حتى لاحظنا في مجموعة التسريبات التي نشرت له في أكثر من مناسبة، وهو يتخاطب مع قيادة في الميليشيا، وهو حتى ينتقص منهم ويقول عينوا أي سيد، شوفوا أي سيد، شوفوا أي. وبالتالي القصة وما فيها أن ما حدث في صنعاء هي جريمة يعني، أو هي ضحية العنف، ضحية السياسة، ضحية أطماع البقاء في السلطة. صنعاء في 2011 خرجت خروجا كبيرا ضد المخلوع، ونزعته سلميا
انتقم هو الآن من سلميتها بالعنف، بإذلال أهلها، بجعلها مباحة للميليشيات. لاحظنا أنه خلال العامين الماضيين عشرات الآلاف من الاختطافات، عشرات مئات الحالات من الاغتيالات، من التصفيات، سواء حتى لقيادات في المؤتمر الشعبي العام، حتى مواطنين. لاحظنا أنه كم قتل، يعني آخر جريمة ربما كانت هي جريمة عمال شركة أو حراسة شركة نيكسون، عندما تم اقتحام مبنى الشركة وقتل العمال، الثلاث العمال الذي فيه. نعم. وهذه من غير عشرات الجرائم. نعم. هذه الانفلات الأمني أستاذ أحمد، يعني ميليشيا منفلتة، سرقة سيارات، منازل، يعني ربما كلما أتى من شهر ازدادت بصورة أكبر، لماذا؟ طبيعي جدا. الميليشيا عندما اقتحمت صنعاء، أول قرار أصدره كان عبد يحيى بدر الدين الحوثي، الذي كان وقتها يعني متولي الشؤون القضائية وما زال، كان أول قرار هو إفراج عن 82 سجينا، جميعهم متورطون في قضايا اختطافات وتقطعات ولصوصية. وبالتالي لو لاحظنا حتى عدد من قيادة الميليشيا هم كانوا من أصحاب السوابق، وبالتالي نحن نتحدث هم لا يروا أن في ذلك حرجا أو أن في ذلك يعني جريمة يرتكبونها. هم يعتقدون أنهم يمارسون الوضع الطبيعي، أن تكون هناك سلطات خارج الدولة ويكون عليها مشرفين. المشرف هو لص بدرجة مشرف، وبالتالي تم من هؤلاء اللصوص يعني رتبا سواء في الجيش او في الامن. لاحظنا انه اكثر من 2000 شخص تم تعيينهم في قياده مناصب ورتب داخل وزاره الداخليه وغيرها في صنعاء، وكلهم من جاءوا من خارج المؤسسه العسكريه. اذا هذه الميليشيا لا تمارس شيئا غريبا، هي ميليشيا، كيف نتوقع ان تنضبط او ان توضع لقيمه لحياه الناس او أفكارهم أو ممتلكاتهم أي قيمة؟ إذن دعنا نسلط الضوء أكثر. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نشوان البردوني، مواطن من صنعاء. مساء الخير أستاذ نشوان. مساء النور أستاذ نشوان. يعني باعتبارك أحد سكان صنعاء، حدثنا عما تعيشه المدينة من يوميات. صنعاء تعيش وضع صعب حاليا، الوضع الاقتصادي سيء جدا جدا جدا، الأوبئة منتشرة، يوجد انفلات أمني، أكبر قضية الشارع يتابعها هو يعني قضية الرواتب اللي تأخرت لفترة طويلة جدا جدا، يمكن ما قد حصل هذا في أي مكان، يعني في أي مكان في العالم، سواء في حروب أو يعني حروب أهلية أو أي شيء، يعني تقريبا 8 أشهر للآن بدون رواتب. إذن نشوان، يعني هذا يعني الانفلات الذي ازداد، هل يعني هناك من يحمل يعني المسؤوليه لانعدام الرواتب او لعدم وجودها، ضاقت الحال بالناس، كيف تفسر انت ما يحدث في صنعاء؟ الحقيقه انه الميليشيا حتى الميليشيات عندما تحكم مدن بتكون متماسكه. في صنعاء الموضوع مختلف، يعني الموضوع انه يعني فيه يعني داخل يعني في يعني مسؤولية الأمن غير موجودة. المشرفين اللي ماسكين الأحياء مش مرتبطين بالقيادات، يعني كل مجموعات تتصرف بشكل شخصي، يعني في انفلات أمني لهذا السبب يعني. فأقصد إنهم حتى يعني كحاكمين وفارضين أنفسهم في هذا الواقع كمان فاشلين في هذا الشيء، انه السرقات زادت، وهم انفسهم يرفضوا انهم يتحملوا المسؤوليه بحجه انهم مش الدوله، هم بس لجان شعبيه، وانه المفروض ان وزاره الداخليه تتحمل المسؤوليه. وزاره الداخليه طبعا معطله، يعني هم الذي ماسكين كل شيء، بس هم مش قادرين يضبطوا اي شيء، يعني هم مهتمين انه باشياء مختلفه. نعم. إذن يعني نسمع نشوان عن يعني التجارة بالمختطفين، يعني يتم الاختطاف ثم ابتزاز أهاليهم، سواء كانوا هؤلاء الأهالي من كبار التجار أو من صغارهم أو حتى أناس بسطاء، لماذا انتشرت هذه التجارة السوداء في الفترة الأخيرة؟ تقصدي الأطفال؟ نعم، اختطاف أطفال. هناك أيضا يعني استمعنا إلى منذ فترة أيضا اختطاف حتى لشباب كبار، يعني أبناء يعني مثلا صيارفة أو أبناء تجار، ويتم يعني ابتزازهم أو مقايضتهم بالمال.
بتحصل اعتقالات، يعني بتحصل اعتقالات، ويعني يرفضوا الإخلاء عن الأشخاص هذولا إلا بمبلغ، يعني مبلغ مالي، خصوصا إذا كان أحد التجار أو أحد المسؤولين. الغريب في يعني اللي سمعته مؤخرا انه عبد المجيد الهتاري اللي هو فعلا يعني تقريبا الشخص الوحيد في اليمن الذي اعلن عن نفسه كموالي لداعش، انه تم الافراج عنه والان عايش في الحديده، تم الافراج عنه مقابل مبلغ مالي، مع انه هذا الشخص كان موالي لداعش يعني جهارا نهارا، ويعني تقريبا اصبح الموضوع تجاره، في كثير قيادة صلاحيين يسجنوا أبنائهم مقابل مبلغ مالي يتم الإفراج عنه. في كمان يعني سمعتنا عن قضية أطفال يتم جرهم إلى الجبهات، إقناعهم بجرهم إلى الجبهات وبعدين يتواصلوا مع أهاليهم، وفي سماسرة يضمنوا لهم عادة الأطفال هؤلاء مقابل مبلغ مالي. نعم، هذا الأشياء بتحصل يعني فعلا. نسأل الله السلامة أخ نشوان، شكرا جزيلا لك. نشوان البردوني مواطن من صنعاء كنت معنا عبر الهاتف. ما الذي يحدث أستاذ أحمد؟ يعني الوثائق التي نشرتها بلقيس تتحدث عن الإفراج عن عصابات، يعني تهم قتل ومخدرات وابتزاز وتزوير وما إلى ذلك، الآن يتحدث الأخ عن شخص يعلن نفسه من داعش بكل وضوح ويتم الإفراج عنه ويعيش بسلام في الحديدة. يعني إلى ماذا تريد الميليشيا أن تجر البلد؟ هي تريد أن تخلط الأوراق، هي تدرك أن هؤلاء المسجلين خطر، أو الذين لديهم سوابق ولديهم جرائم، هم أصلا سيكونوا أحد أدواتها، سيتم توظيفهم وتجنيدهم في الميدان لقمع الناس، لتشكيل عصابات، لترويعهم، وبالتالي هو نوع من العنف الذي تراه أنه مسيطر، ليس عنف، ليس خاصة أنه ليس لديهم توجهات سياسية، هو بالتالي يمكن أن يكونوا أحد أدواته، وهذا السلوك يعني لجأت إليه ليس فقط في صنعاء لكن أيضا في صعدة وفي عدد من المناطق. كل المحبوسين أي حتى في تعز عندما اقتحموا السجن المركزي أطلقوا المساجين، في إب أيضا أطلقوا المساجين في كل محافظة، فبالتالي هي تريد أن تجمع مجموعة من البلاطجة وبالتالي تعيد استخدامهم، لأنه لا أعتقد أن هناك شخص سوي بإمكانه أن ينضم أو ينخرط مع الميليشيا أو يقوم بأعمال الجرائم. هي الآن حتى ترتكب الجرائم بأسماء هؤلاء وبالتالي تقول أنه ليس لها علاقة بهم، بينما هم في الأخير هم جزء من أدواتها الذين يعني تدير بهم. هي تعتمد الميليشيا على الإدارة بالخوف، بالقهر، بإثارة، جعل المجتمع يلجأ إليها في كل صغيرة وكبيرة. عطلت وزارة الداخلية، عطلت أقسام الشرطة، حولت أقسام الشرطة إلى أيضا وإلى جزء من أو أوكار للجريمة، وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة جدا. حتى الوزارة والأجزاء المعنية بالأمن أصبحت جزء من الميليشيا وعينت عليها مشرفين وعينت عليها للأسف جزء كبير من المجرمين الذين كانوا يعني في السجون، وبالتالي نحن أمام جماعة لا تعترف بالأخلاق ولا بالمجتمع، وهي تعمد على يعني إقفال كل فرص النجاة منها وبالتالي بالاعتماد على هؤلاء القتلة. لو لاحظنا خلال الأشهر الماضية انتشار عصابات في كل الأحياء وبلاغات بالعشرات، سيارات تجول تختطف الناس، تبتزهم، تختطف الفتيات، تسرق يعني تنهب الناس في أحياء كثيرة جدا، في الستين، في الثلاثين، في الزبيري، في قلب العاصمة، في شارع حيل وغيرها من المناطق، وبالتالي وشخصيات معروفة والناس يبلغوا بأرقام السيارات، لكن لم يحدث أن تم القبض على أي من هذه العصابات يعني، وبالتالي نحن أمام جماعة فوضوية لا تعترف إلا بالفوضى. ربما المثير هو الطرف الآخر، كيف سمح المؤتمر الشعبي العام والقيادات الأمنية أن يصبحوا تحت إمرة هؤلاء، وكيف هم ساكتون على كل تلك الانتهاكات. لاحظنا حتى في الفترة الماضية كيف أهانوا الجيش وأهانوا المؤسسة العسكرية والأمنية، لاحظنا كيف ضربوا أحد الضباط وهو يقول لهم لا تهينوني أنا أميري، عسكري آخر خرج وخلع ملابسه في الشارع ويقول أنهم أهانوا، وبالتالي هذه دليل على أن هناك حالة من التواطؤ الكبيرة جدا، محاولة لقهر هذه المدينة التي قالت لا للقاتل وخرجت عن سياقه في 2011. نعم، إذا أستاذ أحمد تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأخت بلقيس الصنعاني من صنعاء أيضا. مساء الخير سيدة بلقيس. مساء النور والعافية.
أهلا بك، نود أن نسمع منك عن وضع المرأة يعني في صنعاء أمام هذا الانفلات الكبير الذي تعيشه المدينة. يعني هل ما زلتم تمارسوا طقوسكم كما هي العادة، التسوق، هل يعني الحياة هل ما زالت تمشي بطبيعتها في صنعاء؟ حقيقة لا، يعني بالنسبة للمرأة اليمنية هي أكثر عرضة في للنهب والسرقة في هذه الأيام في هذا الانفلات الأمني، وخصوصا أنها قد إحداهن فقدت قريبها في السجون أو تخاف على أبنائها من الخطف، أو فهي مجبرة على أن تمارس حياتها، ولكن ليست الطبيعية كما كانت، فهي تخرج بخوف وتعيش في بيتها وكأنها الحارس الوحيد. لا. المرأة اليمنية، المرأة في صنعاء في هذه الأيام تكاد تكون هي العائل، تكاد تكون هي حارس البيت، تكاد تكون هي المسؤول عن حماية أولادها ورعايتهم، لأنه لا يوجد من يضمن يعني ولدها إذا خرج إلى الشارع ولم يعد، فهي لا تستطيع أن تلجأ لمن يعيده إليها. فتقريبا المرأة في صنعاء هي المسؤولة عن كل شيء في ظل هذه الظروف. نعم، ماذا عن انتشار عصابات السرقة أكثر من أي وقت مضى كما يقال؟ كيف يعني تعيشون هذا الأمر؟ هي عصابات السرقة منتشرة وبشكل كبير، سواء فردي أو جماعي. الفردي عندما تكون لبيوت أو يعني عندما تكون بعيدة، والجماعي عندما تكون العصابة نفسها مما يسمون أنفسهم جماعة أنصار الله، عندما يهجمون على البيوت يقومون بسرقتها ونهبتها أمام أعين النساء والأطفال وهم ينظرون إليهم. نعم، إذن يعني هناك يعني من يتحدث أيضا عن وجود ظاهرة اختطاف الأطفال وابتزاز أهاليهم، ماذا عن هذه الظاهرة؟ نعم، قد عندما قلت لك يعني تكاد المرأة أن تكون حارسة لولدها أو لطفلها، فعندما كان الطفل يبلغ عمره 12 عام أو 13 عام كانت الأم تستطيع أن تقول له يعني يخرج لحاجاتها، أو الآن لا. المرأة تعتبر كحارسة لهذا الطفل والخوف من أخذه، فهناك أطفال أخذوا أعمارهم صغيرة ويتم ابتزاز أهاليهم بمبالغ مالية ليعيدوهم إليها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أخت بلقيس الصنعانية الناشطة من صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ أحمد، يعني انتشار العصابات أو اختطاف الأطفال وابتزاز أهليهم كما تحدثت الأخت بلقيس، هناك عبء أضيف على المرأة، يعني يعرف أن المرأة اليمنية تتحمل الكثير وفي الحروب ربما ازدادت أعباءها، والآن يعني الخوف على حياتها، على أطفالها، على مسكنها، خاصة في ظل غياب زوجين كان مختطف أو غير موجود أساسا. للأسف يعني تعتمد الميليشيا ربما في 70% من مقاتليها على تجنيد الأطفال. نلاحظ يوميا يتم يعني العوده او نشر صور عدد من الاطفال الذين قتلوا في جبهات القتال في تعز، في الجوف، في عمران، في غيرها من المناطق التي تدور فيها المواجهات، ومعظمهم وغالبيتهم من الاطفال للاسف، وبالتالي هذه ظاهره انتشرت، لكن الى الان رغم عشرات الالاف من الصور المنشوره لم يلتفت المجتمع الدولي، لم يقل كلمته في ان يجب على الميليشيا ان توقف تجنيد الاطفال، وهذه ظاهره خطيره جدا. الأخطر أنه الآن يتم تجنيد الأطفال ليس فقط الاكتفاء عبر المدارس، ربما كان هناك يأخذ الأطفال من المدارس، الآن حتى وسائل الإعلام تمارس نوع من التضليل، لاحظنا خلال رمضان مسلسلين تبثهما قناة المسيرة وكذلك القنوات الأخرى المتابعة للحوثيين وحتى المتابعة لما يفترض بسلطة الأمر الواقع في صنعاء سواء قناة اليمن الفضائية وغيرها، مسلسلات موجهة للأطفال تنتج باحترافية كبيرة، تعمل على بث العنف والكراهية والتحريض وتجنيد الأطفال وتجيشهم للذهاب إلى الجبهات، حتى تستخدم مصطلحات يعني تأتي بأطفال عاديين، يعني ترى أنه ابن القبيلي يجب أن يكون مهذوذ وقليل عقل ولا يتصرف بحكمة، بينما ابن الهاشمي أو ابن ما تطرق عليه السيد هو الذكي والذي يشرح لزملائه الآخرين، والذين يأتوا إلى الآخرين يقول له يا سيدي وغيرها من الألفاظ، وهذه ربما ثقافة جريمة في حق ثقافة اندثرت بثورة سبتمبر التي قضت عليها، وهم يحاولوا اليوم تكريسها من جديد عبر وسائل الإعلام، عبر كل الطرق، يعني عبر لاحظنا حتى في الفترة الماضية كيف استخدام المساجد في نفس مثل هذا الخطاب الطائفي والخطاب القائم على الطبقية والفوقية المقيتة، وبالتالي نحن أمام جماعة لا تعترف بأي حق، سواء لا للطفل حقه في أن يعيش
ولا لا تعتر لا ترى لا ترى فيه الا مقاتلا في صف الميليشيا تختطفه من وسط اهله وتقذفه الى الجبهات. وعدد كبير جدا تم تغريرهم. كان هناك شهادات لاطفال يقولوا انه كانوا يقولون تعالوا سيعطوهم سلاح فقط يريدهم مشرفين في مناطق معينه او لاعمال الحراسه، ولكن اكتشفوا انهم زجوا بهم الى الجبهات والى الخطوط الاولى وعادوا جثامين، وحتى تركوا جثمانهم في العراء في الجبال وفي الاوديه في مختلف الاوديه. وهذه جريمه كبرى بحق الانسانيه، وهذه ايضا رساله الى كل اب وكل ام ان ينتبهوا لاطفالهم، ان لا يسمحوا حتى بتعريضهم لوسائل الاعلام هذه. وبالتالي يجب ايضا على المنظمات الحقوقيه ان تسجل هذه المواد التي يتم بثها كمواد دعائيه وتحريض على العنف والكراهيه، وايضا يجب مقاضاه كل من يعمل بها. نلاحظ محاوله تكرار نفس السيناريو ونفس الخبرات الماخوذه من التلفزيونات التابعه لحزب الله في ايران بنفس المنهج بنفس المصطلحات بنفس حتى تقنيات التصوير، وهذه شيء واضح دليل على ان هناك تنسيق كبير جدا. وللاسف ان لا الحكومه الشرعيه ولا التحالف ولا الاطراف الاخرى تنتبه لمثل هذه التفاصيل المهمه التي يعني ربما يعني ليست ظاهره ولكنها مؤثره بشكل كبير. اذا استاذ احمد انت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ احمد. استاذ احمد، يعني كل ما تحدثنا عنه قبل الفاصل من اختطاف من ابتزاز من تسريح لمساجين بجرائم ثقيله، يعني كل هذا الامر اختم ربما بالتوجيه يعني الاعلام بهذا الشكل السيء، يعني الى اي مدى يحمل مؤشرات خطيره على السلم الاهلي برايك؟ بعتقد ان السلم الاهلي تم تهديده من اللحظه الاولى لدخول الحوثيين الى صنعاء و سرقة الدولة ومصادرتها. بالتالي ما حدث بعدها من الذهاب إلى عدن إلى تعز إلى لحج إلى البيضاء إلى غيرها من المناطق هو التأكيد على أنه لم يعد هناك سلم اجتماعي، لأنه القصة وما فيها أن جماعة تريد أن تحكم الناس تقول لهم إما نحكمكم أو نقتلكم، وبالتالي الحديث عن السلم الاجتماعي بات يعني ورقة يعني قابل الاستخدام الإعلامي فقط وقابل، لكن هناك أحقاد بالتأكيد، هناك ضحايا، هناك خسائر كبيرة جدا تتحملها الجماعة الميليشاوية بشكل كبير جدا، يتحملها المخلوع بطريقة بشكل أساسي، ويتحملها أنصار الحوثيون الذين لم يتركوا بيتا في اليمن إلا وصلوا حتى ذهبوا حتى بالصراع إلى أطراف اليمن إلى القرى التي لم تصل إليها الدولة نهائيا، لم يصلها أي مشروع، لم تصلها ماء ولا كهرباء، وصلها المقاتلين الحوثيين لقتل الناس وقتل العجائز في تلك القرى. وبالتالي بالعودة إلى الموضوع الكبير هو موضوع صنعاء، المشكلة الدار الرئيسي هو في صنعاء، تم بحث محاولة بحث علاج للداء في مناطق أخرى، وهذه يعني ربما تقديرات لم تكن دقيقة، المشكلة في صنعاء وبيت الداء في صنعاء، وكما يقال إذا فسد الرأس يعني تفسد الأطراف. وكما يقول كان منذ البداية كان يفترض أن اضرب الرأس تبرد الأطراف، كما يقول المثل الليبي اضرب رأس الأفعى تبرد أطرافها، لكن ما حدث أنه في الأخير تم السماح لرأس الأفعى أن يتمدد وأن ينتشر وأن يتضخم وأن يسيطر، ومحاولة معالجة الأعراض الجانبية للمرض هي أدت إلى استفحال المرض وانتشاره بشكل أكبر جدا. كانت المشكلة الأساسية والتوصيف الأساسي هناك انقلاب، هناك قاتل يتربص باليمنيين، وبالتالي ضربهم مباشرة وإخراجهم من اللعبة، لكن أن يعود أن يسمح له بالعبث في الأمن اليمني واستقرار وحياة اليمنيين. نعم، هذا العبث أستاذ أحمد، يعني ربما أنت أشرت إشارة مهمة قبل الفاصل، يعني عدم انتباه الحكومة لهذه التفاصيل التي ربما ستظل حتى لو تم إنهاء الانقلاب ستظل في جسد اليمن متغلغلة، يعني التعيينات التي حدثت، غسل دماغ من يعني توجهوا لهم طيلة هذه الفترة، الأطفال وتوجيههم بهذا الأسلوب السيء، كل هذه الأمور لا نجد التفات كبير لها ولا اعتناء بهذا الأمر لا من الحكومة الشرعية ولا من المجتمع الدولي ولا من المنظمات الحقوقية التي تظل يعني تنادي هنا وهناك دون الانتباه لمثل يعني مثلا الحلقات التي ذكرتها والعنف الواضح الذي يعني هي ليست مبطنة يعني وإنما واضحة لمن يشاهدها، لم نجد أي منظمة تشير لمثل هذه المسلسلات. ربما الحكومة الشرعية جزء من المشكلة، مشكلة كبيرة. الحكومة
اولا لم يتم اصدار حكومه بمعنى الحكومه الواضحه، يعني لدينا حكومه مترهله مشتته، جزء منها في عدن، جزء منها في الرياض، جزء منها في القاهره، وجزء منها في اماكن اخرى. هذه اولا لابد من اعاده طريقه التفكير في تشكيل الحكومه وادائها ومهامها، ايضا اشغالها بارباكها بملفات كبيره جدا اكبر من قدرتها، تاثرت بشكل او باخر بالخلافات والانقسامات داخل التحالف، وبالتالي الحكومه هي الطرف، هي الحمار القصير او الجدار القصير الذي ترمى عليه كل الاخطاء. لكن هناك ايضا الطرف الاخر الذي قرر التدخل في اليمن، كان هناك قرار دولي بان يتدخل التحالف بناء على استجابه واهداف واضحه من ضمنها انهاء الانقلاب، لم يحدث، حدث التدخل لم يحدث انهاء الانقلاب، بل على العكس ربما تم شرعنه الانقلاب والذهاب به باتجاه المفاوضات واعترف العالم به. لاحظنا خلال الفتره الماضيه حتى في قضيه الاستهداف لم يستهدف اي قيادي في الانقلاب. علي عبد الله صالح خلال قبل اكثر من شهرين أعلنها بصراحة لأعضائها أن أخرجوا من القاعات المغلقة وانتشروا، أخرجوا من البدروم وذهبوا وعقدوا لقاءات، وذهب وخرج وعقد لقاءات في كل مكان وتحرك بأريحية ولا يتم استهدافه، بينما يتم استهداف منازل المواطنين ببسطاء لا علاقة لهم بالقصة. وبالتالي نحن أمام إشكالية كبرى جدا، ما يحدث في اليمن هو جزء من تسويق، إعادة تسويق أو إعادة رسم للمنطقة بأكملها. للأسف الشعب اليمني وقع ضحية هذه اللعبة، ما لن يكون هناك حل في ظل بقاء نفس الأطراف الأزمة الحالية، سواء علي عبد الله صالح أو حتى الحوثيين أو حتى الأطراف التي لم تتخذ قرارها بشكل كامل، إما أن تكون مع اليمن أو ضد اليمن، إما مع الجمهورية أو مع الملكية، إما مع الناس أو مع هذه العصابة الفاسدة. وبالتالي هذه إشكالية كبرى جدا. الإشكالية الكبرى الأخرى، العالم الآن منهمك بشكل كبير جدا في الوضع الإنساني، الكوليرا، الجراب، التيفويد، أمراض وأوبئة ما أنزل الله بها من سلطان عادت بعودة الحوثيين، وبالتالي يتجاهل الناس الوضع الحقوقي الإنساني، الممارسة التي ترتكبها الميليشيا، إعادة المنهج ويعني إعادة صياغة منهج يعيد الناس إلى ما قبل ثورة سبتمبر. الآن غسيل الأفكار في وسائل الإعلام، لاحظوا لديهم أكثر من 12 قناة تلفزيونية، لديهم أكثر من 15 أو 18 إذاعة داخل صنعاء، وبالتالي هذه وظيفة هذه الوسائل هي غسل أدمغة الناس وإجبارهم على خطاب واحد، متلقي واحد، وضعهم تحت الرقابة وتحت التأثير المسبق لهذه الوسائل. والخروج من مثل هذه الحالة يستوجب أولا قطع هذه الأدوات وقطع هذه الوسائل، باعتقاد أنه سيحتاج اليمنيون بالذات الساكنين في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا لإعادة تأهيل كبير جدا نظرا لكمية الأكاذيب والضغوط التي يتعرضوا لها سواء نفسيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو حتى اجتماعيا. نحن أمام واقع يتشكل محاولة عزل اليمنيين من، يعني حتى لاحظنا أنه تم ممارسة حجب لمواقع التواصل بشكل كبير جدا، مواقع إخبارية أيضا، والمواقع الإخبارية أيضا لمراسلي القنوات والصحف وإلى آخره، وبالتالي وضعهم تحت رسالة إعلامية مكثفة من جهة واحدة، لا يوجد صوت آخر، لا يوجد صوت بديل، وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا يجب على المجتمع الدولي ان ينتبه لها. انه في الاخير من يسكن في صنعاء ربما فيها اكثر من 2 الى 3 مليون مواطن، وهؤلاء هم ضحيه، هم بمثابه رهائن عند الحوثيين وعند المخلوع صالح. اذا ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاخ عيسى صلاح وهو مواطن من صنعاء. مساء الخير استاذ عيسى. مساء الخير، اهلا بك استاذ عيسى. يعني لو تحدثنا عن الانفلات الامني الذي تعيشه صنعاء، هل لهم تفسير لديكم انتم كمواطنين؟ اولا مساء الخير، اهلا بك واخوات مباركه علينا وعليكم. بالنسبه للانفلات الامني في صنعاء، الانفلات الامني ليس جديدا على صنعاء، منذ دخول الميليشيات الى صنعاء في 21 سبتمبر نعم 2014 حصل الانفلات الامني، وكان واضح انه انهيار المؤسسه الامنيه الموجوده، انهيار المؤسسه الامنيه الخاصه بالدوله وانهيار مؤسسه الدوله، وكان هذا الشكل طبيعي انه تحول تحت سلطه الميليشيات الى حاله انفلات. يعني الان مثلا نجد اختطافات في الشوارع، حاله اختطافات للاطفال، اقسام الشرطه تعد بالبلاغات من اولياء الامور، اصبح هناك حاله ابتزاز في كثير من وسائل التواصل الالكتروني، كذلك نشرت بعض مقاطع الفيديوهات
حول سرقة السيارات نهارا جهارا أمام مراكز التسوق، سواء كان وسط العاصمة أو الشوارع الرئيسية، دون أن يحرك حتى ساكن. لا يوجد لا أنا أعتقد بالنسبة للجهاز الأمني في العاصمة صنعاء لم يعد هناك جهاز أمني، هناك سرقة الميليشيا. أصبح الآن قسم الشرطة هناك مسؤول أمني، الميليشيا هو الذي يحرك قسم الشرطة وهو الذي يتحرك لصالح الميليشيا. نعم. لا يوجد شيء اسمه مؤسسة أمنية تابعة للدولة. نعم، يعني هناك من يشكو أيضا من هؤلاء القابعين في مراكز الأمن أنها يعني مجرد سماسرة لأخذ أكبر مبلغ يعني كفايد، أو يعني للتوسط إن كان هناك مختطف، للتوسط يعني عودة هذا المختطف بمبالغ مالية أيضا. إلى أي مدى يعني ممكن أن يقدم خدمة رجل هو يتبع الميليشيا ذاته؟ أختي العزيزة، أنت تصوري ماذا ستكون ثقافة هذا الشخص الذي أتى من فوق الشخص من هناك من داخل الكهوف من الجبال، ميليشيا جاء واعتبر البلد هذا مجرد فيد له. بالتالي ستكون العمولات والسمسرات فوق أمن المواطن والمواطنين. أمن المواطن والمواطنين لا يعنيهم. الآن أصبح هناك بعض المواطنين يتعرضون للمضايقات الأمنية ولا يتحدثون خوفا من سلطة الميليشيا. نعم، هناك من يقول أن هذا تجديد يعني الذي ربما مبالغ فيه يعني والذي أرهب الناس، وأيضا لخوف الميليشيا من أي انتفاضة قد تحدث، خصوصا من الضغوط التي يمر بها المواطن مع انقطاع الراتب لفترة طويلة، مع الوضع الاقتصادي المتردي، مع وجود الأوبئة. هناك أيضا خوف من انفجار سكاني أو غضب لهؤلاء يعني القابعين في صنعاء، ما رأيك؟ هذا حقيقة واردة فعلا. ربما تكون هناك سلطة الميليشيات تمارس القمع، تمارس التسلط الأمني بشكل قوي جدا، عاملة طوق أمني شديد على المواطنين في عاصمة صنعاء نتيجة خائفة أو نتيجة الخوف من أي انتفاضة شعبية. لكن الحقيقة تقول أنه كذلك المواطن الآن يعاني كثيرا. المواطن فقد أشياء كثيرة جدا. المواطن فقد أمنه، فقد لقمة عيشه. الآن أصبحت الأوبئة والأمراض منتشرة. أطفالنا أصبحوا عند خروجهم للشوارع نصبح نخاف عليهم الآن، لأنه في ابتزاز. الآن يتم اختطافه، وخاصة بعد انقطاع الرواتب والميليشيا تتحرك. هناك من يقوم باختطاف الطفل، ويتم اختيار الأطفال هؤلاء بعناية، يختطفون هؤلاء الأطفال ويتصلوا بأولياء أمورهم للابتزاز، مطالبين بملايين الريالات وغيره. الآن أصبح الوضع الأمني متردي جدا في صنعاء في ظل سلطة الميليشيات. لكن القصة هنا إلى متى سيستمر هذا الوضع الأمني المتردد بشكل هذا؟ نعم، يعني ربما هذا السؤال. قطاع السلاح منتشرة في كل مكان، الأطفال، الشباب، أصبح الكل يحمل سلاح الآن وسط العاصمة. نحن على فوهة بركان داخل العاصمة صار. إذن يعني ربما سؤال أستاذ عيسى، يعني متى سينفجر هذا البركان؟ هل تتوقع أن يظل يعني خائفا من هذا القمع الذي يمارس ضده، أم أن هناك ربما يعني مؤشرات لهذا الانفجار الذي تتحدث عنه؟ كل ما أستطيع أقول أختي أنه أشد ساعات الليل ظلاما هي أقربها للفجر، ونحن الآن نعيش أشد ساعات الليل ظلاما. إذا نتمنى حلول الفجر قريبا. شكرا جزيلا لك عيسى صلاح، مواطن من صنعاء. عودة إليك أستاذ أحمد، يعني تعقيبا على حديث الأستاذ عيسى، يعني فعلا هناك حالة غليان واضحة من قبل المواطنين، ولكن هناك أيضا حالة خوف شديدة من يعني شدة القمع الذي تطال المواطنين. ما هي توقعاتك؟ هل يعني سيظل الخوف هو سيد الموقف؟ بالتأكيد صنعاء تقع تحت قبضة أمنية ومشددة كبيرة جدا. قبضة الميليشيا وقبضة المخلوع صالح والأجهزة، وبالتالي لا يسمح بالتنفس. حتى لاحظنا حتى خلال الفترة الماضية حتى مسرحية كارقة كان بطلها أحمد سيف حاشد وقطران ومجموعة من أطلقوا على أنفسهم حركة 20 مايو، عندما قرروا أن يقوموا بمسرحية ونزلوا إلى ميدان التحرير للتظاهر بالمطالبة بالمرتبات، تم قمعهم وضربهم بشكل همجي يعني، وبالتالي حتى المسرحيات غير مسموح بها في صنعاء.
وبالتالي نحن امام جماعه متوحشه لديها حساسيه كبرى جدا من مطالبه الناس بحقوقها. هي لا تؤمن الا بالقوه وبالسلاح وبالانتزاع، كما انتزعت هذه الميليشيا من عدن ومن المخا ومن اجزاء كبيره من مارب وغيرها من المناطق ومن تعز، هي يجب ان تنتزع انتزاعا، الحقوق تنتزع ولا تعطى، لا يمكن ان يكون على هذه الجماعه ان تسمح للناس ان يستعيدوا حياتهم، هذه الميليشيا تعتقد انها صاحبه حق الهي، وبالتالي الموضوع لا يمكن ان نطالب سكان صنعاء ان ينتفضوا ما لم يكن هناك تحرك كبير جدا على مستوى الدوله، على مستوى الاقليم، على مستوى التحالف، على مستوى ايضا الحكومه الشرعيه. يفتحوا لهم باب يجب للأمل، يجب أن يفتحوا للناس نافذة للأمل، يجب أن يكون هناك تحرك كبير جدا. يعني إذا فقدت الميليشيا عدد من رؤساء باعتقادنا سيتغير الوضع، إذا تم ضربت توجيه ضربات حقيقية لقادة الميليشيا ربما سيتحرك، إذا فقدوا إذا سقط رأس المخلوع صالح باعتقاد أنه سيمثل تغيرا كبيرا جدا في المعركة، لكن باعتقاد أن لا التحالف ولا المجتمع الدولي يريد إنهاء معركة صنعاء أو يريد إقحام معركة صنعاء، لأن هناك ترتيبات أخرى ما زالت هناك بقرة يتم حلبها، وإلى أن يتم حلب هذه البقرة على اليمنيين ربما أن يحاولوا انتزاع حقوقهم. ربما لدينا معركة كبرى في تعز، لدينا معركة كبرى في مارب، في بقية المناطق التي فيها مساحة أكبر للحركة، وعندما يتم إضعاف هذه المراكز سيسقط صنعاء. إذا تم استعادة الحديدة على وجه التحديد ربما سيضيق الخناق أكثر، لكن أيضا يجب أن تكون هناك خطوات كبرى، لا أن يتم تدليل الميليشيا وأيضا التخاطب معها. ما زلنا نلاحظ أن المنظمات الدولية والأممية والأطراف الكثيرة تتخاطب مع الميليشيا، ما زال هناك رحلات سرية تخرج من مطار صنعاء لقيادة الميليشيا تنقلهم وتأتي بهم، هناك رحلات إلى عمان عبر مطار صنعاء لأفراد الميليشيا، هناك رحلات إلى مطارات أخرى، وبالتالي هذه حالة من الفلات يجب أن تنتهي. يجب أن أيضا العالم أن يقول كلمته، إما مع استعادة الدولة لليمنيين أو مع بقاء الميليشيا مسيطرة على الوضع في صنعاء، وهذا كلفته عالية جدا، ربما كلفته غير منظورة للعالم، لكن كلفته أن صنعاء اليوم باتت هي أكبر مخزن للكوليرا، أكبر مخزن للجوعة. لاحظنا خلال الشهور الماضية أسر كثيرة جدا انتقلت من مرحلة الستر إلى مرحلة العوز، وناس ماتوا من الجوع في منازلهم، وناس يعملوا أعمال يعني بسيطة من أساتذة الجامعة. نحن هذه المدينة ستفقد روحها قريبا ما لم يتم تداركها. لا يجوز أن تكون صنعاء المدينة التنوع، أن تصبح مدينة يسكنها السل والجرب، ولا يمكن أن تسلم للحوثي وللمخلوع صالح. هذه ليست مدينة أحد، هذه مدينة اليمنيين، هذه عاصمة فيها المدينة الوحيدة التي يوجد فيها يمنيون من كل أنحاء اليمن ويعيشون كمواطنين يمنيين، وبالتالي هذه هي ميزة صنعاء وميزة التي لا يدعي أحد أنه له حق فيها، ليست لهذا حق لا للحوثي ولا للمخلوع ولا لغيره. صنعاء عاصمة للتعايش شاو أم أبو، وبالتالي صنعاء هي عاصمة اليمنيين، وصنعاء هي عاصمة الدولة الاتحادية، وبالتالي نحن لا نملك سوى تضامننا مع أهالينا في صنعاء ومع إخواننا. صنعاء هي مهبط الروح، صنعاء ربما هي بالنسبة لليمنيين وبالنسبة لنا هي من أطهر وأفضل البقاع التي على وجه الأرض. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الزرقة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.